هلا 10 نيوتن متر، حطينا تورك 10 نيوتن متر، فهذا المحرك لما بدا وجد انه في عليه تورك 10 نيوتن متر، 10 نيوتن متر كلود، يعني كان المحرك هذا بدي ارفع فيه لود معينه واتغلب على 10 نيوتن متر. هلا هون ايش بصير؟ هلا التورك بطل زيرو، بده يستقر على اي تورك؟ على 10. هلا اذا بترسم ال 10 نيوتن متر راح تلاقي انه ال 10 نيوتن متر فرضا، إذن إيش بنتوقع بدون ما نحسب؟ قبل ما نحسب إشي، هاي قديش كانت؟ 480 رات بير سكند. أوكي؟ شو لازم تكون السرعة؟ بدها تكون أقل من 480، المفروض يطلع معي رقم أقل من 480، يعني شو صار؟ هذا المحرك ماشي وفش عليه تورك وماشي على سرعة 480 راديان بير سكند اللي حسبناها بالجزء الأول. إجيت حطيت عليه تورك معاكس للتورك اللي هو معاكس لحركته، شو اضطر يعمل مباشرة؟ نزلت سرعته، لما نزلت سرعته شو طلع؟ استقر عند اي نقطة، ولذلك هذول بنسميهم equilibrium point. هذه هون كلها equilibrium points، عند في transient بصير وبعدين at steady state بوصل البوينت هاي، فعند النقطة هاي راح اوصل سرعة جديدة. السؤال ايش هي هاي السرعة اللي راح يستقر عندها؟ شو راح اعمل؟ راح ابدا من هاي المعادلة، خلينا نكتب هاي المعادلة. تاو كانت تساوي 2 على باي، مضبوط، في اي في بي في باي ار ال، شطبنا باي مع باي، خلينا نخلي المعادله هو عشان ما نضلش نعيدها. مش هيك كانت المعادله؟ مضبوط، 2 اي بي ار ال، هاي المعادله اللي بتعطيني تورك من هون. هلا التورك بدي اياه يكون 10 نيوتن متر، 10 نيوتن متر في 2 في اي اللي بدنا نلاقيها، بي عندي 0.25 ار 0.5 ال 1، فبصير عندي اي بيطلع 40 امبير. قديش كان عندنا اي قبل شوي لما حسبنا؟ 400 الستارتنج، بس ستيدي ستيت ما حسبنا ستيدي ستيت، كان زيرو ستيدي ستيت، كان زيرو. اذا هون عندي 40 امبير. هلا شو بترجع المعادله؟ في بي من البطاريه بتساوي اي اي ار اي زائد في اي ام اف، او هذا الاندوست فولتج اللي موجود هون. اي اي عندي قديش؟ 40. قديش ار اي؟ 0.3. هذه هون 120 زائد في ام اف، اذا في ام اف شو بتساوي؟ 120 ناقص 12، مش هيك؟ 180. ايش يعني 108 بلغتكم؟ شو يعني 108؟ يعني هذا المحرك راح يولد فولتج مقداره الاندوست اي ام اف في داخله، الباك اي ام اف في داخله 108، which is 12 فولتس سمولر ذان البطاريه، فصار البطاريه اعلى ب 8 فولت من الفولتج اللي ولده المحرك. فإذا بدي أرسم الرسمة هون، هي البطارية، هي الريزيستنس، هي هذا كأنه جنريتر عم بيعمل باك اي ام اف، الباك اي ام اف هون 108 فولت، الفولتج هون 120، رح يعمل فلو الكرنت بهذا الجرح، رح يضل محرك هو، رح يشتغل كمحرك. هون عندي ار اي، اي اي ار اي 12 فولت، ضل 108 فولت من هون. من ال 108 فولت ايش بقدر اطلع الآن؟ اي اندوست بتساوي 108، بس 108 بتساوي 2 على باي، مزبوط. ايش قلنا الانديوس بتناسب مع فاي وايش؟ اوميجا. اذا اوميجا فاي، بس فاي بتساوي بي في اي، واي بتساوي باي ار ال، فعندي هاي بتساوي هلا 2 اوميجا اللي بدنا نلاقيها، اللي بدنا نحطها هون، الرقم اللي بدنا نحطه هون بي اللي هي 0.25، وعندي ار 0.5 وهاي 1، فبتطلع عندي اوميجا بتساوي 432، مش هيك؟ وهي كانت 480، معناها حلنا صحيح، 432 راديان بير سكند. اذا هو المحرك طبعا في فتره ترانزيانت، مش رح يمر بفتره ترانزيانت من هون لهون، رح تكون سرعته 480، فجاه رح اسمع صوته بنزل، بس احط عليه التورك بلاقي بنزل، وبلاقي بنزل من 480 ل 432، بعدين بيستقر على 432 ما دام التورك اللي عليه 10 نيوتن متر. ايش الشغل اللي عم بيعمله؟ اول شيء نسال السؤال، هو بيعمل شغل ولا بيستلم شيء الان؟ بيستلم طاقه كهربائيه، وشو بعطيني بدالها؟ طاقه ميكانيكال. اوكي، اذا الطاقه اللي بيعملها الان راح تكون 10 نيوتن متر مضروبه في ايش؟ في اوميجا. في اوميجا، مش هيك؟ اوميجا قديش؟ 400 نيوتن متر، اوميجا 433. هل اللي الوحدات هون صحيحه؟ بتقسمها مثل، لا صح، مين بيعتقد انه هاي المعادله صحيحه دايمنشنالي؟ بتقسمها تمام، مين اللي بيعتقد انها غلط؟
صحيحة هاي المعادلة صحيحة لأنه هدول كلهم SI units. إذا كانت هاي بالنيوتن متر وهاي بالرادينس بير سكند مباشرة بطلع معي الجواب هون بالوات. أوكي لكن لو كانت هاي إن revolutions per minute مثلاً إيش لازم أعمل؟ أقسمها على 60 وبضربها في 2 باي عشان أحولها لأوميجا. هذه هاي أهمية أوميجا. أوميجا مباشرة بتعطيني SI unit compatibility. أديش تطلع هاي 10 4320 وات أو 4.32 كيلو وات. هذا الشغل اللي عم بعمله السيستم. طبعاً لاحظوا في عندي losses هون راح تروح electrical losses في السيستم مزبوط. أديش هاي electrical losses اللي بتروح في المحرك I squared R. أوكي تفضل. بصير تمام ممتاز. كمان الباور اوت اذا فيش عندي لوسز ثانيه هاي اي اي مضروبه في اي مش في عندي فولتج هون انديوست اللي هي بتكون 108 فولت مضبوط مضروبه في الكرنت اللي هو كان قديش 40. اذا ضربنا 108 في 40 قديش راح تعطيني؟ حد يضرب 108 في 40 المفروض يطلع نفس الجواب مضبوط. اوكي تمام اذا هذا صحيح. الا طبعا اذا عندي شويه ميكانيكال لوسز من هون او شيء زي هيك بدي انتبه. اذا في عندي ميكانيكال لوسز يعني المحرك هذا بعد ما يولد 10 نيوتن متر في شويه فريكشن مثلا 1 نيوتن متر بيكون هذا الانديوس تورك بنسميه او الالكترومغناطيك